جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من وادي الدواسر رمز إلى اسمه بالحروف عين عين يسأل ويقول: هل مبادلة أو شراء 10 ريالات أوراق ب9 ريالات معدنية يدخل في الربا أم لا؟ وهل على المشتري ذنب أم على البائع؟ أنا والله لأنه يدخل في الربا، لأنه الاتحاد الجنس هو الريال السعودي، كله يسمى ريالا سعوديا، واختلاف المادة من ورق إلى معدن لا يؤثر. العبرة بالاعتبار، العبرة بالاعتبار، وقد اعتبر ريالا سعوديا تصدره دولة واحدة وهو متحد الجنس، وإذا اتحد الجنس بين النقدين وجبت المساواة، التفاضل يعد من الربا ويأثم به الدافع والآخذ. نعم.